رجعنا لكم مرة تانية وهنتكلم دلوقتي عن كتاب جميل ومختلف، وعايزة أقول لكم إن هو مختلف اسما ومضمونا، مش مختلف بس من اتجاه واحد. هو كتاب اسمه مع نفسك. طبعا هنتعرف على الكتاب وهنتكلم عنه أكتر، وهنعرف إيه هي تفاصيله وإيه سر كمان تسميته بالاسم ده لما نتكلم مع ضيفتنا مؤلفة الكتاب واللي منورانا دلوقتي في الاستوديو، دكتور إيهام فاروق، الكاتبة ومحاضرة في جامعة إسلاسكا الفرنسية. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد عليك يا دكتور. طبعا يعني انا عايزه اقول انك متعدده المواهب، لان احنا بنتكلم على انك اتخرجتي من فنون جميله، وبعدين اشتغلتي في دعايه واعلان، ودرستي تسويق، وبتدرسي، بتكتبي مقالات في الدستور، ليكي كتاب دماغ بنات من الكتب الجميله قوي، كنا مستضيفينك برده في صباح الورد، وده الكتاب الثاني مع نفسك. انا يعني مش يعني قبل ما ارجع للبدايه والتخرج والدراسه، عايزه نبدا بقى بمع نفسك. مع نفسك ايه محتواه؟ يعني برضه في قوه، يعني دايما كده كلامك فيه قوه وكتاباتك فيها قوه. مع نفسك عايزه تقولي ايه؟ بصي، مع نفسك هي مجموعه مواضيع الهدف منها برضه هو سيلف هيلبنج، او اللي هو التنميه الذاتيه. ده الاتجاه اللي انا واخداه دايما في كتاباتي. دايما مقتنعه انه البني ادمين عشان يغيروا اي حاجه في الدنيا هو قرار نابع من جواك. انت بتاخدي قرار مع نفسك، محدش بيجبرك عليه. مهما حد جبرك، لو انت ما خدتيش القرار مش هتعمليه. حضرتك لو هتلاقي الموضوع دوت، لو انت عايز تعملي دايت، عايز تبطل سجاير، عايز تروح تشتغل، عايز تكمل دراسه، عايز تعمل اي حاجه، هو هينبع الموضوع مع نفسك بقرارك اللي انت بتاخده من جواك عشان تعمل ده. اذروايز ما فيش بقى. لو السماء انطبقت على الارض، يعني انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت المشيئه طبعا من عند الله، بس انت كمان لازم تفعليها من جواكي. البريفيو بتاع الكتاب يعني بيؤكد على القوه في ان انت تحمل مسؤوليه. يعني ده شكل الكتاب مع نفسك، ومش كتاب تخين بقى وممكن تبص له بياس كده تقول يا لسه هقعد اقرا كل ده. كتاب بسيط وواضح ان هو يعني تو ذا بوينت مع نفسك. فالبريفيو مكتوب اللي هو تحمل مسؤوليه قرارك. في تشابه رهيب ما بينه وبين دماغ بنات برضو. يعني انا قريت لك دماغ بنات، فطول الوقت اللي هو ايه، بصي بقى، يعني رغم ان انت فيمينست، بس اللي هو انت واقفه مع فير قوي مع البنت، اللي هو ايه، ما تقنعيش نفسك بقى ان انت ضحيه، ما تعمليش فيها انك ما كنتيش واخده بالك. يعني برضو بتاكدي على نفس المعنى. هل الكور واحد ما بين الكتابين؟ الكور دايما انا بتكلم فيه في ان هو ازاي البني ادمين تبقى بتبص للمواضيع صح. لكن المره دي انا مش واخده ان الموضوع للبنات بس، يعني حتى الكافر هتلاقيه هو هاف في ميل وهاف في ميل، يعني نص راجل ونص ست. وهو الكتاب للبني ادمين ان جنرال. مش واخده يعني ناحيه سايد حد، برغم ان انا طبعا يعني ببقى ضغط على نفسي اني ما اخدش سايد البنات. او الستات. بس لا، هو المره دي انا متكلمه عن الاثنين، ستات ورجاله. رحله البحث عن سعادتنا الداخليه بتبتدي من جوانا، والمشاكل اللي بتواجهنا كل يوم المفروض نعمل فيها ايه. مشاكلنا في الحياه الاسريه، مشاكلنا في حياتنا، في تربيتنا لاولادنا. يعني انا واخده توجهات كتير، بس هي كلها اجاباتها بتكون من انت تتاملي مع نفسك وتقعدي تفكري وتاخدي قراراتك وتتحملي نتيجه مسؤوليه افعالك. لان هو ده، يعني يوم ما بنعترف انا عملت اكس، وبقول انه يعني اكس ده كان غلط، واوكي انا اتس اوكي خالص ان انا اكون عملت حاجه غلط، بس انا دلوقتي خدت قراري هصلح، فهبتدي من اللحظه دي. فاتس نيفر تو ليت. طول ما ربنا مدينا حياه نفس لسه، ما فيش حد بيقول لك اصل خلاص، اصل الموضوع مش لا، ما فيش حاجه اسمها كده. خد القرار وفعله. فهي دي مع نفسك، وتحمل نتيجه قراراتك دايما هتكون اون ذا رايت باث. يعني ده سبب يمكن اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي يوضح لنا سبب تسميه اسم الكتاب بمع نفسك. كان في اسامي تانية مقترحه غير مع نفسك للغلاف؟ بصي، هو مع نفسك مامتي اللي اختارته الحقيقه. يعني انا كنت ساعه لما جايين نختار الكتاب، انا كنت قعدت انا والناشر وقاعدين نفكر في اسم، وبعدين ما عرفناش نوصل لحاجه. يعني كانت كلها اسامي حاسين ان هي كبيره، وبعدين رجعت بكلم مامتي في التليفون، فقلت لها مش عارفه اعمل ايه. فهي اللي قالت لي مش هو الكتاب بيتكلم عن كذا؟ قلت لها خلاص يبقى مع نفسك. دكتور إيهام، هل ارتباطك بوالدتك، يعني انتوا صحاب، ولا العلاقه ما بينكم شكلها ايه، ولا عاديه يعني من الام للبنت، ولا صحاب مقربين؟ انا امي الناس كلها عارفه، دايما بقولها كده اكسبريشن، بقول هي جزمتها فوق راسي. يعني انا امي دي بالنسبه لي حاجه الكون وما فيه، وهي قبل اي حد طبعا في الكون. طبعا يعني وانا مقتنعه انه انا لولا امي وجودها في حياتي
بكل الابعاد بقى. يعني عايزه اقول لك انه ده مش معناه ان احنا علاقتنا كلها ريمبو وعصافير يعني خالص. اكيد اكيد اوكي. لا بنتخانق وبيحصل ديس اجريمنتس وبيننا خلافات في مواضيع معينه حتى النخاع، بس في النهايه انا امي بالنسبه لي يعني ربنا يديها الصحة، وانا اتمنى انها في يوم من الايام طيب بنتي تحبني كده وانا اعرف اكون موصله لها حبي ليها. اكيد ان شاء الله. طيب اسامي بقى الفصول برضو، اسم الفصول، اسامي الفصول اللي موجوده في الكتاب برضو غريبه شويه، يا ريت برضو تكلمين عنها اكتر. بس هي مش غريبه، هي زي ما انت قلتي في التعريفه اللي مها قالتها في الاول، انا فنون جميله واشتغلت ادفرتايزنج فتره، في دراستك شغلك في الادفرتايزنج وتدريسك للقصه بيخليكي ان انت يو هاف تو تشوز الكابتشر، يعني او تعرفي تختاري اللي هو الحاجه اللي تلفت النظر. صح؟ كاتشي. حاجه لازم تبقى كاتشي وتكابتشر النظر ليها على طول اول ما بتتشاف. فدايما كان الاختيارات ان انت عارفه الكتاب بيبان من عنوانه، وبرده راس الموضوع بيبان من عنوانه ان انت تبتدي تشجعي القارئ، لانه خليني اقول لك انه يعني الامل في الجينيريشنز اللي جايه حقيقة. اكيد الكتاب متوجه للناس كلها، يعني انا اصحابات مامتي بتقراه يعني وقالوا لي لطيف الحمد لله. بس خليني اقول لك ان انا عاملاه حتى زي ما انت قلتي صغيران، المواضيع دايما بجول التوجه بتاع انه اربع صفحات الموضوع ما يزيدش عن كده، اربع خمس ورقات بس، عشان اساعد الناس انها تقرا، لانه فكرة القراية احنا مش يعني مش كل الناس عندها هواية القراية او حب للقراية. ده حقيقي، واليوتيوب كمان اخد كتير من تركيز الفيديو. الناس الفيديو. يعني الناس يقول لك اقرا ليه؟ طب ما انا ممكن اي معلومة عايزاها ادخل فيديو اونلاين او اوديو بوك. صحيح. اكشلي هو الكتاب كمان اتعمل اوديو بوك. طب هايل. ومتحمل على كذا ابلكيشن ان هو ممكن تاخديها اونلاين او تسمعيه. طب ده لطيف قوي، كويس انك قلتي الكلام ده. خبرتك بقى في الدعاية والاعلان بيخليكي ان انت تدلي برايك في تصميم هذا الكتاب، يعني في اللون، في الرسمه زي ما قلتي نص راجل نص ست، لون الفونت، شكل الفونت بتدخل. بصي انا محظوظه جدا في موضوع الكافرز جدا. مروه محمود تاني هي المصممه الكتاب برضو المره دي. مروه فنانه عظيمه ورائعه من وجهه نظري، هي بنوته صغيره. واضح ان في كيمستري ما بينكم. في كيمستري وفي نفس الوقت هي 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 شاطره، هي يعني انا بحكي لها، يعني انا في الكتاب المره دي انا حتى ما اديتهاش السوفت كوبي، بحكي لها ايه الكونتنت بتاع الكتاب تصور. وهي تعمل لي تصور واثنين، هي كانت عامله اثنين المره دي، وبعدين بشار التصور ده مع اثنين صحاب ومع عيلتي وهم بيختاروا معايا. انا عارفه ان في ناس كتير بما انك مهتمه بمجال السلف هيلب او التنميه الذاتيه، في ناس كتير بتلجا لك زي لايف كوتشنج او تحكي لك حكاياتهم. الكتاب ده يعتبر مجموعه قصصيه من قصص في الواقع من اللي كانت بتتحكي لك، ولا تأليف يعني بتأليفي مواقف عشان توصلي منها المسج بتاعتك؟ لا هو بصي، هو القصه مش مسألة يعني كوتشنج على قد ما انا الحمد لله رب العالمين سواء صحابي او الطلبه عندي في الجامعه، انا بقالي كده داخله في 11 سنه تدريس، فالطلبه ما اعرفش هم ليه متخيلين ان انا صاحبتهم، ما ان انا خلفهم يعني. بس هم بيجوا دايما يحكوا لي. ممكن يكون حاجه من البيجز اللي على الفيسبوك، اقرا مشكله مثلا، بروفايل بتاع واحده كاتبه حاجه اللي هو لسه فيها بيفكر بالطريقه دي. الحاجات دي انسباير مي جدا، لان لولها يعني لولاها انا ما كنتش هبقى عارفه هو ايه نبض الحياه، يعني يعني انا ما اقدرش اعتمد على حياتي، لان انا كائن تعتبر يعني بيتوتيه، مش بتاعت اوتنج كتير، عدد صحابي اللي هم كلوس ليا هم اتنين تلاتة بس. فانا ما اقدرش ان انا هفضل افكر في مشاكلهم هم فقط. لكن زي ما انت قلتي السوشيال ميديا المفتوحه، الناس اللي بتيجي تحكي لي، هو ده اللي بيخليني اقول ايه، ما اكيد هم مش one of a kind، يعني هم اكيد اللي بيحصل معاهم في منهم تاني، في ناس تانية بس ما يعرفوكيش، او هم ما عندهمش القدره على مواجهه، او بس هي قصص من خيالك يعني. لا خيال. لا. لا من الواقع، بس بتحطي طبعا بتغيري في الاسماء. ما بجيبش اسماء اصلا، بس بجيب يعني بجيب الحاله، يعني مثلا بتكلم عن الطلاق. ايوه. نتيجه كان في الحاله اللي انا بتكلمها فيها عن الطلاق دي، كان اتنين من صحابي اتطلقوا، وواحد من زمايلي انفصل عن خطيبته. متكلمه عن الطلاق بوجود اطفال. متكلمه عن طريقه التربيه، يعني طرق التربيه في مشاكل انا شخصيا بقى اكيد بواجهها مع بنتي. اخطاء تربويه، ممكن يكون مثلا سمعت من حد حاجه، حد من الطلبه جم حكوا لي انه هو شايف انه بسبب بابا حصل كذا او درس كذا اثر عليه. ناس بتبقى في الشغلانه بتاعتها، لاني بدرس طلبه ماجستير، فتلاقي مثلا حد
بيشتغل شغلانه ما بيحبهاش خالص، يقول لي انا بفكر افتح كذا. طب انت ليه؟ طبعا يعني ليه اجهدت نفسك 5 سنين مثلا في دراسه هندسه او دراسه الصيدله وانت عايز؟ قال لي بابا عشان استخسر المجموع. فالحاجات دي بتخليكي ان انت تكتشفي انه يا جماعه لما تربوا عيالكم اكيد كلنا بنحلم نشوف عيالنا احسن طبعا، بس ما ينفعش ان انا حياه ولادي تبقى من يعني هي حياتي انا اللي انا ما عرفتش اعملها بالظبط صح، فاجبرهم على الدراسه واللي هو يعني عايزاهم يتمرنوا حاجه عشان انا كان نفسي اتمرنها، انا كان نفسي ابقى بيانيست أو مثلا او تورثيه المهنه وهو ممكن يكون مش عايزها. يعني انا دكتوره، دي كارثة. عايزه بنتي تبقى هو دكتورة. دايما الدكاتره والممثلين دلوقتي كلهم ولادهم يعني انا مش معترضه، اكيد في منهم موهوبين اكيد، واكيد شيء لطيف انه حضرتك تسهل الطريق لاولادك لو في امكانيه، بس يكون هو اللي عايز كده، بس يكون هو عايز صحيح، يبقى انتوا القصه. لكن ما ينفعش اللي هو انت لازم تبقى دكتور. يعني انا ساعات بصادف ماميز في المدرسه مع بنتي تقول لطفل عنده 5 سنين يلا حبيبي اكبر عشان تبقى مهندس. طب افترضي انه مش عايز يبقى مهندس، عايز يبقى محامي. هي شايفاه مهندس وطبعا هتغضب لما يجي يقول لها يا ماما انا مش عايز حاجه، هي مش هتخليه اصلا يدخل التراك ده من اساسه. فده ده ده خطا. انا فاكره الجيل بتاعي كبيرة. كله البنت دكتوره والولد ظابط. يعني انا فاكره وانا صغيره كانت الدنيا كلها كده، لدرجه انه في ناس خلاص تاخد الولد تلبسه بدله الضابط وتوديه عند المصور في العيد وانت هتطلع ضابط، مع ان ممكن يكون هو مش عايز يطلع ضابط على فكره. هو هقول لك على حاجه، انت لو فكرتي كل الناس اللي نجحت هي نجحت ليه؟ هي نجحت عشان هم عملوا اللي بيحبوه صح، الباشن. يعني 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 شوفي اي حد نجح ان شاء الله يكون بيشتغل شغلانه بسيطه جدا، بيعمل اكل، بيوضب حاجه، بيعمل ديكوريشن، بيرتب ورد. هو نجحه ليه؟ بيخليه يبدع فيها وتظهر وتنور. الباشن اللي عندك وشغفك بامر ما هو اللي بيخليك. انا في نماذج في حياتي شفتها تدرس علوم وكيمستري وحاجه صعبه جدا وهي اصلا بتحب الرسم، فتلاقيها تقرر مثلا هي عندها اول ما تتم مثلا 45 50 اللي هي ايج اوف ماتيوريتي، بقى لما تبتدي تخشي الاريا بتاعت اللي هو انا عايزه اتنفس وعايزه احس بنفسي وعايزه اعمل اللي بيبسطني. انا داخله اولموست في السن اللي هو بتاع انا عملت الدور اللي عليا شويه صح، فخلاص انا عايزه اتنفس بقى كبير. فتبتدي تلاقيها بتخش بقى في تراكس اللي هي انا هدرس حاجه بحبها، انا هعمل بروجكت انا كنت نفسي اعمله. فطب ليه ضيعتوا 20 سنه؟ بس دايما بقول انه مش ما تعتبرهاش ضاعت. يعني انا لا اؤمن بحاجه اسمها فشل ولا اؤمن بحاجه اسمها وقت اتاخر. بحترم جدا كل شخص بيقول انا هبتدي دلوقتي وانا بحب الحاجه دي، طالما ما بتغضبيش ربنا يعني ما تجو. عايزه ارسم، عايزه اغني، عايزه امثل. في ممثله انا للاسف مش فاكره اسمها دلوقتي حالا، هي كانت موظفه مديره في ليلى عز العرب، رائعه الست دي رائعه. يعني انا مره شفت يعني اديتوريال عليها او دوكيومنتري عليها عظيمه. بعد ما خلصت البنوك وخدت الشوط كامل كله تقريبا وصلت ل يعني مراكز عاليه خلاص، هي بتحب حاجه ليه ما عملش حاجه اللي بحبها؟ وكان على فكره اهلها اللي ضاغطين عليها في موضوع البنوك ده ورغم كده نجحت فيه. نجحت بس كانت ناجحه في مجال ما انت هتنجحي. بس تخيلي بقى، تخيلي الطاقه دي لو هي من دي 1 متوجهه للحاجه اللي بتحبها جدا، متخيله النجاح الساحق اللي كانت هتعمله. فيما يخص الحاجه اللي انا بحبها اعملها او ما اعملهاش، هل التراك ده موجود في مع نفسك؟ يعني يعني بتعملي عليها لايت؟ الناس اللي تقول لك بالذات المجالات الفنيه، بما انك بقى فنون جميل، من الاخر كده الفن ما بياكلش عيش الا ان تبقي نجمه، يعني دي معروفه، هي شغلانه بيتصرف عليها. ممثل مثلا اللي بيبدا ده لا بيصرف على شغله كتير جدا طبعاً. الى ان يبتدي بقى ربنا كتب له النجوميه فتبتدي الفلوس تجيله. فدايما يعني يمكن الاهالي زمان كانت دايما تخاف قوي على عيالها من حته الفن دي، تقول له لا خد شهادتك واشتغل وابقى غني او مثل بعدين. دي نعملها ازاي المعادله دي؟ انا عايز اعمل حاجه اللي بحبها بس في نفس الوقت انا عايز اكل عيشي، فدي نعملها. بصي انا معاكي انه زمان الموضوع كان صعب. اولا انا من الناس اللي امي كانت رافضه فكره فنون جميله دي تماما، وطول الوقت كانت تقول لي حولي ألسن، حولي ادب انجلش، حولي مش عارف وتبقى جنب البيت. يا ستي مش عايزه، كان مشوار الزمالك ده بالنسبه لها قاتل. بس انا كنت ال5 سنين بتوع الجامعه انا عايزه اكمل في فنون جميله، انا بحب الجامعه لغايه المشروع التخرج. امي تقول لي سيبي الكليه ازاي. وخليني اقول لك على حاجه، اكيد انه زمان ما بقاش زي دلوقتي. مجالات الفنيه بالعكس يعني بقت مربحه جدا، لدرجه ان في ناس بيبقوا خريجين اللي هو تجاره وحقوق وزراعه، بقوا دلوقتي بيجوين ساعات برضه يعني مهندسين حتى بيدخلوا القصه. هو القصه كلها تركيز،
بيئه ابديتد جدا. احنا دلوقتي بقينا في عصر السماوات المفتوحه، يعني بقيتي بتقدري تتعلمي اي حاجه في اي وقت. لسه كنت من حوالي شهرين ثلاثه شفت فيديو كان رائع على اليوتيوب بيقول انه في ست هي عملت بنت بيتها في امريكا، وقالت ان هي ما تعملش مع اي حد خالص، وهي اللي بنته من عن طريق الايديتوريالز الموجوده على اليوتيوب. يعني الكورسز والحاجات، هي بنت البيت، انت متخيله؟ بنته كاملا. فانا اللي اقصده انه اكيد الفنانين بيحتاجوا وقت، وكلنا يعني محتاجين ناخد وقت. بس ده بقى، ده بالعكس حضرتك بتقوليه، ده مسج تتوجه للجنريشنز الصغيره. ما تيجي تقولي لهم عايز تبقى ايه؟ مدير. مش عارف يا حبيبي، مفيش حد تبقى مدير. صحيح. يعني يو هاف تو تيك تايم تو جيت ذا اكسبيرينس وبعدين موف بقى عشان تبقى مدير. احنا بنشكرك جدا صراحه، احنا استمتعنا جدا معاكي دكتور ريهام فاروق، يعني احنا مبسوطين جدا بهذا اللقاء، وببارك لك على كتاب مع نفسك. مرسي. وان شاء الله نتقابل وانت كاتبه اكتر من كتاب الفترات اللي جايه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ريهام فاروق، الكاتبه ومحاضره بجامعه اسلاسكا الفرنسيه. بنشكرك، صباحك صباح الورد، ومبروك على الكتاب الجديد مع نفسك. ومشاهدينا هنسيبكم مع فاصل ونرجع لكم نكمل بقيه فقراتنا. يا صباح الفل، تخيلي بقى لو جاتلك مكالمة من جوز حضرتك بيقولك ماما جاية تقعد عندنا شهرين ثلاثة، هتعملي ايه؟ تعالي نشوف. اهلا وسهلا. طبعا من كل قلبك. طبعا عادي، ايه المشكلة؟ عادي ولا؟ لا عادي، قولي الصراحة. طب ما دي الصراحة. تأنس، اهلا وسهلا بيها يعني. بجد والله؟ اه والله. الموضوع يبقى حلو؟ اه لا عادي خالص، يعني احنا قرايب اصلا فعادي. اصلا انا جيت منطقه غلط. لا عادي. اهلا وسهلا. ده بجد؟ انها كانت حبيبتي الله يرحمها. الله يرحمها صح. بس هي كانت قاعده عندي فتره يعني، حبيتها وقعدت معايا وكانت انسانه جميله جدا. اهلا وسهلا، دي يعني باب من بابان الجنه على فكره. على قلبك زي الفل يعني. طبعا اهلا وسهلا بيها. انا بتمنى تيجي تقعد معانا بصراحه. بجد؟ والله. اشمعنى؟ يعني عشان انا مامتي مش موجوده وهي اولويز بتساعدني، فاكيد هنبسط يعني. اهلا وسهلا طبعا. ده بجد؟ زي العسل يعني. طبعا. مفيش اي حاجه؟ خالص؟ خالص. تنور ان شاء الله. ده بجد؟ تنور، هتساعدني. حلوه ان شاء الله دي. يعني الفكره ان هي هتساعدك. طبعا. بس كده؟ لا مفيش مشكله تيجي. مفيش مشكله؟ طبعا. يعني ما عندكش مشكله خالص؟ ايوه. منور؟ اي مشهور. والله. ليه بقى؟ هو قال لي ليه؟ علشان هي انا بحبها، هي شخصيه انا بحبها، ممكن يبقى رايي مختلف لو كنت بتضايق منها، لكن هي لا انا بحبها بجد. تنور طبعا. ليه تنور؟ عشان لو ماما برضه جت تنور طبعا، فالاثنين واحد. طب لو طولت؟ بيت ابنها. تنور طبعا. لا بيت ابنها، بس مش اكتر من كده. عشان عيب؟ لا ما عادي يعني. لا ليه؟ ما تنور. هعمل ايه؟ تتفضل طبعا تنور. بجد؟ والله. يعني الموضوع سهل مش صعب؟ لا صعب في ايه يعني؟ شهرين ثلاثة. ماشي تنورنا. ايوه بس كلنا هيجي علينا يوم ونكبر وهنحتاج نقعد شوية مع ولادنا وولادهم، ايه المشكلة؟ هقول له تنور، بس ممكن يبقى عندي استفسار اعرف الاسباب يعني. اكيد. لازم ها؟ مش لازم، هي تنور الأول. بس يعني لو تفضلا منه قال لي الاسباب يبقى كويس يعني. طب هي لو طولت؟ تنور على عيني وعلى راسي اكنها امي بالظبط. مش مصدقك، مش عارف ليه. ولا حاجه، هقول لها اتفضلي. ده بجد؟ بجد. من غير احراج؟ من غير احراج. على قلبك زي العسل؟ طبعا. بجد؟ تنور طبعا. طبعا. مفيش اي احراج؟ لا خالص. ليه؟ ليه 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 لا يعني؟ طب وليه إن ما كنتش أكرم مامته يعني، فهو مش هيكرمني يعني، الأولى بالأولى يعني. فوق راسي طبعا. فوق راسي طبعا 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 طبعا، لأن هي برضو أنا ليا أم وبيحترمها كويس جدا، وأنا طبعا هي بتبقى زيي يعني، زي ما هو بيحترم أمي أنا بحترم أمه، وبعدين إحنا اتربينا على كده. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الجمال.